غادر مطار القاهرة الدولي اليوم وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة عائدا إلى رام الله بعد زيارة لمصر وقع خلالها على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية برعاية مصرية. ووقع الأحمد مع وفد حركة حماس أمس الخميس على اتفاق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام برعاية مصرية، وذلك بعد سلسلة اجتماعات بين فتح وحماس.